احنا مهتمين قوي بالحوار اللي حصل النهارده، وهو حوار مهم جدا ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، اللي احنا نحاول نبتدي نكسر شوية تحديات ونوصل لحلول ليها عشان نطور الاقتصاد الرقمي في مصر. احنا بالنسبة للبنك سي اي بي، هدفنا الاساسي اللي احنا نعرف نتيح خدمات مالية بسعر بسيط او تكلفة بسيطة جدا، والناس كلها تعرف توصل للخدمات المالية دي. فتقليل التكلفة والاكسس، اللي احنا نفتح الاكسس ونقلل الكوست، دي حاجة من الحاجات التكنولوجيا الحديثة بتمكننا اللي احنا نوصل ليها. وعشان كده الحوار النهاردة ما بين الجهات المختلفة مهم جدا، اللي احنا نكمل الحوار ده، نعرف ايه هي التحديات، ازاي ممكن نكسرها، عشان في الاخر الافادة بتبقى للمواطن. المواطن بيوصل له خدمات مصرفية بتكلفة قليلة وبطريقة مش موجودة حاليا بسبب حاجات كتيرة وتحديات لازم نتناقش فيها، واللي لازم يبقى فيه لجان بمختصين في اللجان دي على حلول المشاكل، عشان في الآخر هدفنا هو حماية المستهلك وتوفير الخدمات بطريقة متوفرة ورخيصة. هو أهمية التحول الرقمي اللي هي بتسهل الحياة على الناس، يعني دي خلاصة التحول الرقمي. التحول الرقمي بيساعد الناس اللي هي تفتح مثلا حسابات بنكية بورق أقل، بمصاريف أقل، عن طريق تليفوناتهم وهم قاعدين في بيوتهم، بدل ما بيضربوا مشاوير ويقفوا في التوابير ويجيبوا أوراق وكل الكلام ده كله. بيبقى التحول الرقمي بيمكن المستهلك اللي هو في شكل لحظي ياخد الخدمات المصرفية اللي هم محتاجينها وهم يعني قاعدين في بيوتهم. يعني هدف التطور واللي احنا نأدبت للتطور ده، اللي احنا نسهل الحياة على المواطنين، نقلل التكلفة على المواطنين وعلى البنوك، وبالتالي بندعم التحول الرقمي ككل للبلد، اللي احنا نزود الابتيك والاستخدام بتاع الموبايل في الخدمات المصرفية.